طيب اليوم إن شاء الله يا شباب بدنا نشوف كيف بدنا نعمل فورم. الحقيقة التطبيق تبعنا إنه إحنا بدنا نعمل فيه صفحة بهذا الشكل. سابقا إحنا كنا نعرف صفحة بهذا الشكل ونكتفي، لكن الآن بدنا نعرف صفحة ونحكي إنه هاي الصفحة بتتعامل مع two methods، two HTTP methods اللي هي الجيت والبوست. طبعا بعرفهم كليست بهذا الشكل. طبعا انت عندك ال HTTP methods، في عندك methods كتيرة لكن اشهرها او الاكثر استخداما هي الجيت والبوست. طبعا الجيت نستخدمها عشان انه انت تطلب من السيرفر انه يجلب لك ريسورس. هنا المقصود في الريسورس ممكن نقول له بدي صفحة HTML لو سمحت، بدي image، بدي file PDF. فانت هنا فعليا انت بتطلب منه من خلال الجيت، تمام. وفي عندك الميثود post، من اسمها مدام انه هي post انه انت بترسل بيانات للسيرفر. في طرق عديدة لإرسال بيانات في السيرفر، ولكن عادة بيكون من خلال HTML form، تمام؟ خلي بالك هدول التنتين عبارة عن requests، HTTP request. فبالتالي الجيت في لها response والبوست هذا عبارة عن request بس بترسل فيه بيانات. يعني هو طلب للسيرفر ولكن مع الطلب هذا أنت ترسل بيانات وفي له response، تمام؟ فعشان هيك احنا عادة بدنا نستخدم HTML4 والبيانات اللي بيعبيها المستخدم في الحقول هذه كيف بدنا نرسلها للسيرفر؟ من خلال post method، من خلال post method. واضح؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ كله تمام؟ ما هو لا عيد هيك لا ما انت قل لي في شيء مش ما يعني محدد مش مفهوم بالنسبة لإلك. انت عندك هدول التنتين عبارة، يعني عشان تكون الأمور حكينا هنا انه التفاعل بين الكلاينت والسيرفر انه ريكويست ريسبونس، ريكويست ريسبونس بهذا الشكل، تمام. فالريكويست ممكن يكون يا اما جيت او بوست. هذا عبارة عن ميثود، هذا عبارة عن ميثود، هذا عبارة عن طلب تطلب منه يجلب لك ريسورس، وهذه كذلك عبارة عن طلب، تمام، بس بترفق في الطلب تبعك بيانات. فبالتالي بتستخدم البوست ميثود، تمام. فبالتالي في الصفحة تبعتي هذه اللي بدي أعرفها عشان أنا بدي أستخدم فيها for، بدي أقول له إنه أنا بدي أستخدم two methods. قبل كنا نستخدم get default، فيش داعي أنا أعرفها، لكن هنا لازم أحكي له بشكل محدد إنه أنا بستخدم get والpost، تمام؟ طيب هذه اوكي سيبك منها الان. الان بخصوص الريزلتس، انا عرفت الريزلت انه initially none. خلي بالك هنا الريزلت بعدل عليها هنا وهنا وهنا، هو فعليا حتكون واحدة من القيم الثلاثة هدول. وبعد هيك في اخر اشي ايش بعمل؟ رندر لتمبليت اسمه calculator.html وبمرر له الريزلت. فبالتالي الريزلت هنا ممكن تكون انه هي نن، تمام، وممكن تكون القيمة هاي وممكن تكون القيمة هاي او القيمة هاي. حكيت انه هنا في هذا التمبليت ايش في عندي، خليني افتح لك اياه.
هو عبارة عن HTML عادي، هاي عندك title، في عندك header، break line، وبعديها في عندك هنا for. نموذج ورجي لك كيف شكله، اعمل لك اياه static خارج التطبيق ويكون شكله زي هيك. في عندك الحقل الاول text field، الحقل الثاني text field، الحقل الثالث، وهنا calculate. احنا عمليا بدنا نسوي انه ناخذ الرقم الاول هنا والاشاره هنا والرقم الثاني هنا، لما يضغط على كالكوليت بنجري العمليه الحسابيه ويفترض انه احنا نظهر النتيجه هنا. تمام. طيب الان اول ما نفتح الصفحه هذه، اول ما نطلب هاي الصفحه هاي، الميثود حتكون get ولا post؟ get، لانه فعليا انت بتجيب الصفحه لسه الفور، يعني انت بتجيب الفورم بعديها بعد ما تعبي الفورم وتضغط على زر submit بتصير post. فبالتالي هذا الشرط initially true ولا false؟ false، لانه اول ما انت تفتح الصفحه فعليا الميثود بتكون get، انت لسه مش ضاغط على الزر. متى بتحقق هذا الشرط؟ فعليا لما انت تضغط على زر الكالكوليت. تمام. طيب خليني اكمل لك شرح في الفورم. انا صحيح انتقلت للكود، في انا عندي اربع حقول، انبوت انبوت انبوت، اربعه. التايب تبع الاول تكست، الثاني تكست، الثالث تكست، والرابع عباره عن سبميت. تمام، اللي هو button. يعني هجيت كل input text بروح بعرف له place holder. ايش اللي place holder؟ هو النص اللي بيكون ظاهر داخل الحقل فعليا، انت بتبين له انه الحقل هذا لايش بالضبط. فهنا حكيت له انه الفيرست نمبر، انه يفترض انه يدخل الرقم الاول، وهنا اوبريتور، وهنا السكند نمبر. تمام. وعشان اورجي لك البليس هولدر خليني اشغل الفورم هنا. طبعا هذا ستاتيك، ستاتيك بيظهر لك الكود، الكود بهذا الشكل، لكن لما تشغله من داخل التطبيق الويب ابلكيشن صفحة عندي اسمها كالك، خلينا نفتح بالمرة الانسبكت ونروح على جزئية النتورك عشان تتأكد انه initially هي get. نعم، هاي هيك سلاش كالكوليتور، هو عبارة عن get لا صفحة الكالكوليتور. تمام. طيب هاي البليس هولدر اي بظهر لك هنا. طبعا هنا التصميم انه انت بدل ما انت تحط النص برا وتحطه انه هذا الفيرست نمبر، خلص انه انت بتحطه هنا انه داخل الحقل بتبين انت ايش يفترض يكون محتوى. فبالتالي هذا النص بيكون ظاهر عندك، ببين فعليا ايش الحقل هذا المفروض يكون فيه. فهنا الحقل هذا مفروض انه تدخل فيه الرقم الاول، هنا الاوبريتور العملية الحسابية، وهنا السكند نمبر. تمام. بعدين عندك هنا نرجع للفور، طبعا كل input لازم تعطي له اسم num1 op num2، هذه فعليا اللي انا بدي اتعامل معهم جوا البايثون كود. وهنا الفاليو برضو عشان تاخذ الفاليو تبعتهم، او بالاحرى انه الفاليو انه انت بعد ما تعمل بوست انه ياخذ الفاليو بعد ما انت ارسلتهم، انه هي عباره عن request.form.num1.
كمان مرة حكيت الفاليو. طبعا هو الفاليو انت ممكن انه انت تخليها فاضية، ولكن ممكن انه انت بعد ما تعبي الفورم تضغط على زر السبميت عشان تحتفظ الفاليو تضلها زي ما هي، فبتروح بتقول request.for.اسم الفيلد اللي هو نم واحد، وهنا .op، وهنا هذا HTML ولا بايثون كود؟ بايثون. في الأول احنا كنا نتعامل مع الريكوست ناخد منه argument من الـ URL، فكنا نستدعي زي هيك نقول له request، لأنه هذا الريكوست انه احنا عملنا لها import من الباكيج فلاسك .args .get، هذا من وين حيجيبها؟ من الـ URL. لكن انا بدي اقول له انه من الريكوست في انا عندي باراميتر من وين بدك تجيبه؟ من الفور. فعشان هيك انا بقول له انه الفاليو تبعتك، عشان انه انا بعد ما ادخلها واضغط على زر سبميت انه يضله محتفظ في القيمه هذه، انه من الريكوست دوت فور دوت نم واحد، وهنا ريكوست فورم اوب، وهنا ريكوست فورم نم اثنين. طيب الان اخر حاجه اللي هو الانبوت اللي هو السبميت، هذا عباره عن باتون بده يكون الفاليو تبعته كالكوليت، هذه الفاليو تبعته الثابته ما تتغيرش، اللي هو الزر هذا ايش مكتوب عليه؟ النص اللي بيظهر على الزر نفسه كالكوليت بضله ثابت. تمام. طيب هذا الفورم بسكر تسكيره الفورم. هنا لاحظ انه انا لما بعمل ريندر بمرر له الريزلت، فعشان هيك بحط if result. هذا عبارة عن ايش؟ بايثون كود. خلي بالك، يبقى هنا انت في الـ HTML بدك تكتب بايثون كود، ايش بدك تسوي؟ تفتح كود زي هيك percentage لحاله، البي شارب بروفيشنال بسكر لك اياه. بدك تحط if statement بتقول if x اكبر من 10. طبعا ما دام فتحت اف لازم تقول له انه انت في صفحه ال HTML وين خلصت الاف، فلازم تعمل انت للاف، وهنا بتكتب جوا ايش انت بدك. طبعا هنا في جمل برنت، لا هنا ايش راح يسوي؟ راح يطبع لك الاكس. بس ايش بدنا نسوي؟ احنا بدنا نعملها في باراجراف، او احطها في H1 او في تيبل ديفيجن، او اذا بدي اعمل ريندر للنتيجه تبعتي في تيبل داتا. فهنا اكس، فهاي عشان انه انت تستخدم متغيرات بايثون جوا ال HTML، وهاي عشان تستخدم statements اللي هي جمل اف جمل فور. تمام. فهنا لما بحكي له if result هذا عبارة عن statement، ايش بروح بفحص؟ اذا فعليا تم تمرير نتيجة ايش راح يسوي؟ راح يحط لي النتيجة هذه في باراجراف. طبعا هنا انت بتطبق عليها class عشان الستايل، انه الكلاس بشوفه انه هو عبارة عن result بيطبق عليه ستايل معين، فهي فعليا مش ضرورية، يعني ممكن انه انت تستثنيها. تمام. وبتحط هنا نص انه النص هذا strong بولد يعني. تمام. وبتعوض عن قيمة الريزلت. طبعا هنا end if، طبعا ال end if تسكيرة لهاي. تمام. واضح يا شباب؟ فهذا هو الفورم بشكل مبسط. فانت هذا هو التمبليت، انه انت عندك فورم تاخد فيه القيم، وبعديها بعد ما يتم حساب النتيجة في الباك اند في البايثون في الويب ابليكيشن بتروح تبعتها هنا في صفحة HTML في القالب تبعك، بيعملها عشان تعملها ريندر عند الكلاينت. فعشان هيك انت بتحط if result اطبع لي result نقطتين الريزلت. تمام. هذا الكود بدي اعمل له كومنت.
واضحة الأمور لغاية الآن؟ طيب نرجع هنا هيك بسهل علي إنه إحنا الكود هذا نفهمه. فبالتالي هنا إحنا حكينا مبدئيا الميثود إيش؟ get، وهذا الكلام تأكدنا منه شفناه وين؟ هنا فعليا إنه هي get. فبالتالي هاي الستيتمنت كلها راح تكون زي ما اتفقنا false، فراح يروح على سطر إيش؟ طبعا انت عندك في البي شارب ممكن انت تفتح بلوك كامل وتسكره بيسهل عليك انه انت تتبع الكود، راح يصير يروح على سطر ايش؟ 38، راح يعمل ريتيرن ريندر تمبليت. فبالتالي بما انه هي هذا الشرط فولس، معنى ذلك انه الميثود عباره عن ايش؟ جيت. فبالتالي ايش بنعمل له؟ ريندر لهي الصفحه، وهذا المقطع هيظهر ولا لا؟ هذا هيظهر ولا لا؟ انت بتقول له if result، والريزلت تطلع عليها هنا ايش؟ نان، معنى ذلك انه في الجيت بيظهرش بالظبط، مش بيظهر في البوست، هو بيظهر فعليا اذا كان في قيمه في الريزلت، تمام؟ اللي هو فعليا انه احنا بنسويها انه تتغير قيمته بعد البوست. لكن مبدئيا الريزلت نان، وانت بتعمل هنا ريندر لهي الصفحه ففعليا حيظهر لك النموذج هذا الفورم هذا، وهذا المقطع مش حيظهر زي ما هو ظاهر معنا هنا. هنا في ريزلت، ما فيش ريزلت، ليش؟ حسب الاف ستيتمنت او الشرط اللي احنا حطيناه، تمام. طيب نرجع نشوف في حال هذا في حالة الكت، في حال انه انت لسه اول طلبت الصفحة، طلبت النموذج ولسه بدك تدخل، طلبت النموذج ودخلت وضغطت على زر البوست، ساعتها ايش بده يصير؟ هذه الستيتمنت راح تصير معك ترو وحيتنفذ معك هذا الكود. طبعا هذا الكود الستيتمنت هذه ايش انا حاطط؟ request.form، بتحط هنا بين brackets انه كديكشنري انه نم واحد، هنا نم اثنين، وهنا الاوب، وايش حاطط لهم؟ نوت نوت نوت، معنى ذلك انه هم فاضيات. فاذا كانوا فاضيات ايش بروح بحكي؟ الريزلت راح تصير انه بليز فيل ذا فورم، راح يروح على الالس؟ لا، وين حيروح؟ على سطر 38. وهذه الشغلة أنا حسوي لك إياها، أنت أول ما تضغط هنا زي هيك بدي إياك تلاحظ هنا إيش راح يتغير، إنه الميثود راح تصير بوست، وهنا راح تطلع عندك الريزلت لأنه أنا مش معبي، راح تطلع عندك إنه بليز فيل ذا فورم، وهنا الميثود بوست. هل معنى إنه بوست انه راح تصير انت عندك الفورم مش راح يظهر؟ يعني هنا انا قلت لك انه هو انتقل على سطر 38، صح؟ فانت بتقول له ريندر تمبليت، طب هذا عباره عن ريسورس، مش بدي اعمل له جيت؟ فعشان هيك انت عندك البوست مطبوعه بجيت، فانت بتجيب صفحه الكالكوليتر، وخلي بالك هذه من وين جايبها؟ من الكاش. طبعا هذا البراوزر بتعامل انه الصفحه هذه اوريدي موجوده عندي، ما فيش داعي اني ابعت HTTP ريكويست عبر الشبكه، خلص الفورم هذا موجود عندي، مره ثانيه بروح بظهره هو نفس الفورم، هو نفس الفورم اللي احنا بندخل فيه البيانات وبنظهر فيه النتيجه، تمام؟ واضح ليش جيت بوست مطبوعه بجيت؟ لانه فعليا انت بعد ما تدخل في اللوجيك هذا في هذا البلوك في النهايه في كل الاحوال راح تظهر، راح تطلع على سطر 38، راح يتنفذ في كل الاحوال سواء كانت جيت ولا بوست. ما دام انت رحت على سطر 38 انت بتعمل له ريندر لصفحه لقالب HTML، وهذا عباره عن ريسورس لازم يستخدم الجيت معه، والتمبليت هذا اوريدي موجود في الكاش، فبالتالي انه البراوزر بيظهر لك اياه من الكاش، تمام؟ صحيح، اللي هي جملة الالس. فهنا حتى لو انه اخر
هنا هذا الاف انه بكون الفورم فاضي، يعني هنا بحكي لك انه not not not، تمام. هنا في الالس بيكون مليان، فايش بروح باخد القيم هذه باخدها من الفورم. كيف باخدها من الفورم ال HTML القالب؟ من خلال الريكوست. بس هنا بدل ريكوست دوت ارجز راح يكون فور، وهنا بتكتب اسم الانبوت نم واحد نم اثنين اوب، وخزنتهم في ان واحد ان اثنين اوب. طبعا هاي الجمل اللي برنت وين بتظهر معك؟ في الكونسول هنا تحت، في حال انه انت بتعمل ديبج، انه انت بتشوف انه اخذهم فعليا او لا بالضبط، فبظهر لك هنا في الباك اند على السيرفر، بظهر هذا هذه جمله تظهرش للكلاينت، تظهرش على البراوزر على الاطلاق، تمام. عشان هيك انا بعد ما اتاكدت انه شغال تمام علقتها، عملت لها كومنت. طيب الان اختصارا للكود، عشان احنا بنركز على الموضوع الاساسي، انه بدل ما انت تروح تعمل if statements لكل الكيسز لكل الحالات عندك، انه اذا كانت الاشاره زائد اعمل الرقم الاول زائد الرقم الثاني، else اذا كانت الاشاره ناقص اعمل الرقم الاول ناقص الرقم الثاني، ونفس الاشي بالنسبه للضرب والقسمه. فايش بنستخدم؟ استخدمت داله الايفال للتبسيط، تمام. هجد داله الايفال ايش بتسوي؟ هي فعليا بتعمل لك evaluate like expression. ايش بتعمل؟ بتحول النص لعمليه، بتحول النص لعمليه بالضبط، وبتحسب القيمه تبعتها. فبالتالي هنا لما تقول له eval 3 ضرب 4 هذا كسترينج، هو بروح بعمل parsing، هذا بيلاقيه انه هو عباره عن رقم بيحوله لانتجر او فلوت اذا كان في دوت، هذا عباره عن عمليه حسابيه، هذا عباره عن رقم، وبعديها بيعمل ايفالويت للاكسبريشن، فبيحوله لعمليه حسابيه وبيحسب لي الناتج 12. هنا غيرنا الاشاره، طيب 7. حتى لو عملت اشاره احنا مش موجوده ولا عملتها انت سابقا، زي مثلا الباور بعمل لك اياه. فبالتالي انه هذه للتبسيط انت عندك في الكود، تمام. فهنا حقل الاول، الحقل الثاني، الثالث، او القيمه الاولى، الثانيه، الثالثه، وهنا في داله فورمات ان واحد اوب ان اثنين، فبتطلع بهذا الترتيب للايفال، بحسب لي النتيجه، وبنخزن النتيجه وين؟ في الريزلت، تمام. لغايه الان تمام. إذا في عندك أسئلة تستناش للآخر، اسأل مباشرة، واضح؟ طيب آخر خطوة، لو صارت عندي أي مشاكل، أي exceptions، على سبيل المثال لو أنت عملت قسمة على زيرو، أو أنه أنت بدل ما تدخل أرقام رحت دخلت ABC، أو دخلت في الأوبريتور أوبريتور هو بعرفهاش، فبالتالي الإيفال مش هيقدر يعملها evaluation، فهذا الإكسبشن لازم نمسكه، هذا الاستثناء. وبرضه نفس الفكرة للتبسيط في الكود، بدل ما أعمل كل exception لحال زي ما أخذنا أول الفصل، أنت ممكن تعمل except multiple exceptions، except لل type error، except للإيش؟ لل zero division by zero error، two exceptions عملتهم في exception واحد واستخدمت السوبر كلاس. هذا الكلام صار واضح بالنسبة لإلك. فعلياً البيس exception هو عبارة عن السوبر كلاس لكل الاكسبشنز اللي في البايثون، فبالتالي اي اكسبشن انت مر علينا سابقا هو عبارة عن سب كلاس من هذا الكلاس، وانت بعد الاوبجكت اورينتد خلاص الكلام هذا بالنسبة لك صار واضح بالضبط. هذه الاكسبشنز هي عبارة عن كلاسز معرفة بالبايثون، كل اللي مروا علينا سابقا عبارة عن سب كلاسز. ايش السوبر تبعهم؟ اللي هو البيس اكسبشن. فانت لما تعمل البيس اكسبشن معنى ذلك انه انت بتمسك كل الاستثناءات، بلاش ما يكون مثلا اكسبشن انت مش عارفه، مش عامل له هاندل، مش عامل له معالجه، حيعدي من عندك وحيسبب حيقفل الكود، تمام. فبتعمل بيس اكسبشن
بمسك كل الاكسبشنز. تمام؟ طبعا هنا as error هاي الجملة جديدة بالنسبة لنا، بدي اياك تعتبرها كأنه انت بتعرف object من هذا الكلاس، لأنه انت التعريف عندك مش جاي في جملة عادية، جاية في جملة except، فبالتالي انت هذا الكلاس وهذا object من هذا الكلاس. طبعا هذا الكلاس له string representation، والstring representation واضح بالنسبة لك مر علينا. تمام؟ فعشان هيك من الطبيعي جدا انه انت تستخدمه في دالة الفورمات. ايش هو الstring representation تبع الاكسبشن كلاس؟ هي عبارة عن الايرور مسج. فعشان هيك انا بدي الايرور مسج، هاي اللي بدي اياه. فالايرور مسج بحطها في دالة فورمات، فبروح بجيب لي الstring representation بقول له ايرور نقطتين، وراح يقول لي ايش هو الايرور هنا. تمام؟ فبالتالي الريزلت يا اما حتكون نان، هنا بدي اكتب لك ملاحظه انه when the method is get، اول ما يدخل زي هيك، او في حال كانت الميثود بوست يا اما حتكون please fill the form، او ناتج العملية الحسابية أو رسالة خطأ. فبالتالي سواء كانت قيمة الايرور الريزلت هيك أو هيك أو هيك، أنت بتروح تعملها ريندر، بتمررها للتمبلت. تمام؟ خلينا نجرب عملية حسابية ونجرب اكسبشن. هنا بدي أقول له 3 زائد 20، هنا result 23، هنا post مطبوعة بجد. خلينا نعمل exception تقسيم 0، بيجيب لك الرسالة تبعت الاكسبشن، وهذا هو اللي بدي اياه، يعني هذا هو المطلوب. تمام؟ واضح؟ طيب اخر حاجه ويفترض ان انا اعملها في شغله منفصله برضو عشان توضح لك الكود، بس اوكي خليها هنا. هذه ال بتساوي this is my calculator dot split، ايش حتصير هاي list. تمام؟ وهنا بدي امرر الليست هاي كمان، فبدي اقول له ال L بتساوي ال L. وهنا انا في صفحة ال HTML، ايش بدي اكتب؟ كود بايثون. كيف بدي اكتب كود بايثون؟ بحط برسنتج، بدي اعمل فور لوب. فور احنا مررنا L صح؟ الليست، فبقول له اي element، خلي الاي للاندكس لانه هي مرتبطه بالاندكس، ان ال ما دام فتحت الفور ايش بدي اسوي؟ تعود انه انت تسكر. ايش بدي اسوي هنا؟ بدي اروح اعمل ريندر للاليمنت هذا، فايش بدي اعمل له ريندر؟ باراجراف اي. سابقا انت في البايثون بتقول له برنت للاي، هنا لا بدك تحطه في اتش تي ام ال تاج. تمام؟ اي اجواز هذه؟ عشان انه انت بتقول له انه انا بدي الفاليو تبعت هذا الفاريبل. انت لو قلت له زي هيك تظهر اي عاديه ثابته. اورجي لك اياها. اي عاديه. لكن انت كيف بدك تقول له انه هو عباره عن فاريبل؟ بدك تقول له انه زي ما اخذنا الفاريبل هذا، انت لو اخذت هذه بدون اقواس حتصير تكست، عباره عن نص عادي مش فاريبل بيحتوي على النتيجه. وهنا ممكن نضيف شغله مثلا على سبيل المثال اتش ار هوريزونتال لاين،
فبالتالي رح ناخذ الامثله الجايه انه ايش ناخذ مثلا انه ديكشنري او ليست بيحتوي على نتائج وبدي اياك تطبع هذه الليست في تيبل. فبالتالي انت بتعمل فور لوب وبتعمل بتعبي التيبل بهذا الشكل. فالان شوف لي النتيجه كيف. خلي اعمل ريجستر وانا ما حطيت الشرط، فهنا this is my calculator اللي هو هذا النص بالضبط صار list. تمام، وانت عملت له هنا render كل عنصر لوحده في سطر في paragraph. تمام، وحطيت تحتيه سطر، فبالتالي هنا this سطر is سطر horizontal line وهكذا. فهتعمل ريندر للتيبل بنفس الكيفية. تمام؟ ناخذ مثال ثاني على السريع. هنا المثال حناخد الفورم مختلف شوية. نفس الفكرة، بدي اعرف صفحة بدي ادخل فيها نص، والنص هذا بدي اجيب اكثر كلمة متكررة. تمام، نفس الكيفيه بتتعامل مع ميثود البوست والجيت. الريزلت نان في البدايه. تمام، الاوب هنا انه الموست فريكوينت، انه بس انه كاشاره انه يعني كانديكيشن انه احنا شو بنسوي في هاي الصفحه، انه احنا بنجيب الموست فريكوينت فاليو. ممكن انا الغيها للتبسيط، خليني الغيها احسن. وهنا يعني انا كنت انا بستخدم التمبليت هذا في اكثر من شغله. اوكي خليها مش مشكله، لانه التمبليت هذا ممكن استخدمه الوورد دوت اتش تي ام ال، ممكن استخدمه اجيب فيه اعمل ريندر فيه لاكثر كلمه تكرارا واقل كلمه تكرارا. تمام، نفس الفكره. اذا الميثود بوست بدي اخذ من الفورم تبعي فيلد اسمه ماي تكست، شوف لي اياه وينه. طبعا في التمبليت اسمه تمبليت وورد دوت اتش تي ام ال، هذا فورم بسيط. يبقى في انا عندي هنا فورم بياخد تكست اريا. تمام، يبقى هنا يعني شغله جديده في الفورم، مش انبوت مش تكست فيلد زي هيك، عباره عن تكست اريا. طبعا اعطيتها اسم واعطيتها قديش المساحه تبعتها 10 اسطر 30 كولوم، وهنا حطيت الانيشال فاليو تبعتها انه بليز انتر يور تكست هير، وهنا سكرت. وهنا الانبوت الثاني اللي هو البتن سبميت والفاليو كاونت بهذا الشكل. اورجي لك شكله،
بهذا الشكل. فهنا في هذه الصفحة في هنا عندي هنا word counter وهي text area وهي الكاونت وهنا الريزلت يفترض. طبعا هذه static خارج التطبيق. شوف لي الفورم هذا تمام، هي الريزلت عملت هنا break line وهنا الريزلت strong، حطيت الاوبريتور وحطيت الريزلت. ايش الريزلت؟ مطلوب انه احنا نجيب الكلمة الاكثر تكرار. كيف بدنا نجيبها؟ طبعا هنا if not text، هنا راح تكون اذا كانش في عندي انا مدخل، فبالتالي راح يكون النتيجة انه please fill the form. تمام؟ هنا في الالس بعرف dictionary، بلف على كل الكلمات في النص بعد ما قطعهم وبروح بعمل count، نفس السطر تبع الكاونت اللي مر علينا سابقا. الكاونت اوف الورد بتساوي الكاونتس دوت جيت الورد وزيرو، فبالتالي اذا ما كانتش موجوده برجع زيرو وبزيد عليها واحد يعني بتصير واحد، فبالتالي انه بتصير اول انتري انا عندي. كانت موجوده سابقا برجع الفاليو تبعتها اللي هو قديش كانت مكرره وبزود عليها واحد. بعديها كيف نجيب الكلمة الأعلى تكرار؟ بدي أقلب الكي والفاليو، بدهم يصيروا فاليو كي في كي فور كي ان في كاونتس دوت ايتم، طبعا هذه عبارة عن ليست، بجيب سورتد تمام، وبدي إياها تكون تنازلي من القيمة الأعلى للقيمة الأدنى، وهنا بروح بجيب زيرو الاندكس زيرو، هذه الكلمة الأعلى تكرار تمام. هذا مر علينا سابقا وواضح بعتقد انه بالنسبة لكم. بعد هيك باخد بعمل ريندر للأوبريشن ايش هي والريزلت، فبالتالي هنا ممكن احكي احمد لايكس بيزا، احمد لايكس بايثون، احمد رايتس بايثون كود every day، كل يوم لازم يكتب بايثون. مش هنا يفترض انه اوكي هذه الاستاتيك، هذه الصفحه الاستاتيك، فبدي اشغل الابلكيشن اول والصفحه اسمها most frequent. طبعا هنا النتيجة انه نم ديفولت، يعني انا مش حطيت لها جملة اف، لو حطيت جملة اف ريزلت ما بتظهرش هاي الجملة تمام، بس انا ما حطيت هاي النص تبعي زي هيك. ايش اكثر كلمة مذكورة عندي؟ احمد تمام لايكس تنتين البايثون تنتين، تعال اكثر تكرارا احمد. طبعا هنا لو جبت احمد لابس كراش كي، فهنا هتيجي احمد ولا بايثون؟ ترتيب ابجدي، مين الاول؟ احمد. لا بايثون. نعم يعني احنا انه في حال تساوي الكي، لانه احنا رتبنا ريفرس، في حال تساوي الكي بيروح برتب حسب ترتيب الابجدي، ما دام انت عملته ريفرس فبتكون انه بايثون هي. نعم هيك. تلاحظ هنا انه كل ما انا احط فاليو في الفورم واعمل كاونت
على طول بتبخر النص. فكيف اني انا احتفظ فيها؟ زي ما عملنا هناك انه الفاليو انه هي عبارة عن زي هيك request dot for dot my text. Start. هنا لما ندخل النص بضل موجود، راح النص هداك. تمام، فشوفت هاي ايش اهميتها، انه بعد ما انت تعمل بوست عشان يضل محتفظ في الفاليو بتضلها، يعني هنا بعد ما يظهر لك النتيجه بتضلها النتيجه موجوده. تمام، ممكن انت تعمل باتون ثانيه الاكشن تبعها يعمل كلير زي هيك. واضح؟ في اي سؤال يا شباب؟